الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. سألني مرة أحد الحاضرين في سؤاله، قال: إيش معنى حياكم الله وبياكم؟ من يذكر؟ قلتها بس أنتم تنسون. قال: لما انزل آدم إلى الأرض جاءه ملك فقال له: حياك الله يا آدم وبياك، يعني حياك الله وأصلح حالك. فحياكم الله وبياكم، حياكم معروفة، وبياكم يعني أصلح حالي وحالكم. لا تنسون أحبتي، لأننا ذوي أخطاء، من منا لم يخطئ قط، ومن له الحسنى فقط. كل ابن آدم خطاء، ولا عصمة لأحد، ولا عصمة لأحد، لأننا ننسى. سألتكم نسيتم، لأننا ضعفاء، مرة من المرات تعب، عافت نفسي الطعام، عافت نفسي الشراب، ولم أستطع المنام، قلت: يا الله ماذا حل بي؟ فررت إلى الطبيب فقال: لا بأس عليك. قلت: وش القضية؟ قال: ارتفاع في درجة الحرارة، درجتين بس. قلت: الله أكبر، درجتين صنعت بي ما صنعت. كم نحن حقيقة ضعفاء، لأننا قد لا نؤدي، بل لن نؤدي العبادة على الوجه الكامل. منا إذا دخل صلاته لم يحدث نفسه، ولم يخطر على باله خاطر؟ من منا؟ ما أحد. من منا إذا صلى وصام وقام لم يخالف ذلك العمل نقص أو خطأ؟ ما منا أحد. من منا إذا حج أو اعتمر لم يرفض ولم يفسق ولم يجادل؟ ما منا أحد. فكان من رحمة الله بنا أن شرع لنا الاستغفار، فكان من رحمة الله بنا أن شرع لنا الاستغفار في أدبار العبادات، وشرع لنا الاستغفار في سائر الأوقات. ليه ولماذا؟ لأن الاستغفار يجبر النقص، لأن الاستغفار يجبر الخطأ، لأن الاستغفار يقوم مقام النسيان، لأن الاستغفار يقوي الضعف، لأن الاستغفار يكمل العبادة الناقصة. تخيل أول ما نلفظ بعد الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله ثلاثا. ليه ثلاث؟ ولماذا الاستغفار؟ قلت لكم: من منا لم يحدث نفسه وهو في صلاته؟ من لم تأخذه الخواطر يمنه ويشره وهنا وهناك؟ كلنا. لذلك نستغفر الله بعد أداء العبادة. فمن هديه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقولها ثلاثا. ومن هديه يعد له في المجلس الواحد
أكثر من 70 و100 مرة، أكثر من 70 أو 100 مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه بصيغها المختلفة، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور الرحيم، في كل مجلس يجلسه أكثر من 70 و100 مرة يردد هذه المقولة. ومن هديه أنه قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، إيش كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من قالها غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فلا تنسى، من منا إذا جلس مجلس ما أعطاهم واحدة يمين واحدة يسار؟ قيل أن رجلا مشهور بالكذب، مشهور كذاب، احنا وش نقول بالعامية؟ شلاخ، ها؟ نقول بالعامية شلاخ، وفي العامية اللي بعد الأعوام من هذه يقولون فلاح، يفلع بالكذب. نزل ضيف يا إخوان على رجل هو مشهور الآن أنه شلاخ، فضيفه المضيف يعرف عنه هذا، فقال له اليوم أنا مسوي لك عشاء. المضيف يقول للضيف أنا اليوم مسوي لك عشاء، بس في مشكلة. قال إيش المشكلة؟ قال أنا جماعة أهل الحي كلهم. قال إيش المشكلة؟ أجمعهم، يبي يأخذ راحته. قال إيش المشكلة؟ أجمعهم. قال لا، المشكلة أنك تكذب الكذبة ما تصدق. قال طيب إيش أسوي؟ تعود عادة، يقول عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. قال يا أخي ما أقدر، متعود أنا، ما أرتاح إلا إذا سليتها. المضيف ما حد يضيق عليه يا إخوان، قال له طيب خذ راحتك، لكن إذا شفتك أنا توسعت أبعطيك علامة، خف على الجماعة شوي، خذ راحتك، قل لي تبي، بس أنا إذا شفت أن القضية ما تصدق بعطيك إشارة، بعطيك علامة، خط عليهم شوي. قال إيش العلامة؟ قال بكح، إذا كحيت يعني أنت زودتها، خط على الجماعة. اجتمعوا، بدأ الرجال يعطيهم واحدة يمين واحدة يسار، واحدة على الطائق، واحدة من هنا، لين قال لهم في واحدة يا جماعة الخير أنا بنيت مسجد طوله 1000 متر، قام ذاك كح أعطاه العلامة، قام قال لهم عرضه 1 متر. قالوا له مش ولا ضيقته؟ قال ما ضيقته، ضيقوا علي. متعود هذا إذا قام من مجلسه لازم إيش يقول؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من منا جلس مجلس ما قال هكذا أو قال هكذا؟ من رحمة الله بنا أن شرع لنا هذه الكلمات البسيطة، تغفر لنا بها السيئات، وترفع لنا بها الدرجات. من منا أحبتي من لم تلزمه الهموم والغموم؟ من دائما مبسوط؟ ما أحد. الحياة ماذا بين لك على وتيرة واحدة، اليوم تضحك بكرة تبيش، بكرة تبي تبكي. من أضحكتك الأيام يوما لابد أن تبكيك أيام، اليوم تفرح غدا في أحزان، اليوم تستقبل مولود غدا تودع ميت، اليوم في سعة من العيش غدا في ضيق من العيش، وتلك الأيام مزاويلها بين الناس. تتقلب فيني، تتقلب فيني وفيك. من منا لم يحمل هم الرزق وهم العيال؟ سأبني لهم داء، سأفعل كذا، هذه هموم نحملها طبيعي، هذه هموم نحملها بالليل وبالنهار. لكن اسمع بارك الله فيك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار. ايش معنى لزم الاستغفار؟ يعني دائما يردد استغفر الله العظيم بكل صيغ الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
بشرط يلزم الاستغفار. تريد سعة الرزق، تريد تفريج هموم، تريد كشف هموم، تريد قضاء حاجات، تريد توسيع الأرزاق، أكثر من قول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. جرب جرب، اجعل ذكرك في ذلك اليوم من أوله إلى آخره أكثر من الاستغفار في كل غزوة وفي كل روحة. والله يا إخوان المسكين اللي ما يستطيع يكسب مثل هذه الدرجات وهذه الحسنات في أعمال بسيطة، يقول فقط من قال سبحان الله وبحمده في يومه إيش أجره، إيش الأجر المترتب؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة كتبت له إيش؟ 100,000 حسنة وحطت عنه 100,000 خطيئة. بسيط العمل، من الأجر المترتب عليه كبير. أسهل العبادات، أيسر العبادات ذكر الله. إيش الأصل في الذكر؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بالليل بالنهار انهج انهج بحمده، يكفيك شرف يا من تذكر قول الله اذكروني من أنت؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير خير منهم. سبحان الله، من أنت الفقير المسكين حتى تذكر في ذلك المجلس؟ هذا يقول هل دعاء المجلس يغفر الغيبة؟ لا يا إخوان، الغيبة كبيرة من الكبائر، الغيبة كبيرة من الكبائر، والكبائر إيش اللي يكفرها؟ التوبة. إذا اغتبت أحد إيش كفرتها؟ كفرتها التوبة. طيب، من شروط التوبة، من شروط التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها. أقدر أقول حق الرجال أنا اغتبتك؟ بعضهم قد يتقبل ويقول عفى الله، عفى الله عنك، وبعضهم ما يتقبل. فدرءا للمفسدة، المجلس اللي أنا ذكرته فيه بغيبة وذكرته فيه بشر أذكره فيه بخير، وأدعو له وأستغفر له، عسى الله أن يعفو عنا وعنه. إذا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إسناد الحديث صححه إسناده أحمد شاكر، وصححه أحمد وأبو داود وابن ماجه. إذا أمر الاستغفار أمر عظيم، فما خرج الاستغفار من لسان صادق وقلب خاشع إلا غفر الذنب مهما كان. ما خرج الاستغفار من قلب صادق ولسان خاشع، العكس، ما خرج الاستغفار من لسان صادق وقلب خاشع إلا غفر الذنب مهما كان. عن زيد رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرا من الزحف. من قال إيش؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال إلا غفر له وإن كان فرا من الزحف. من الموبقات السبع، فقل يوم الزحف. لكنه إذا صدق بلسانه وخشع بقلبه وقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال غفر له ما كان منه ولو فر من الزحف مهما كان الذنب. أقول نعم، مهما كان الذنب. مصداق قول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولا رجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لكن الشرط لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لماذا يقبون الباب على المذنبين؟ لماذا يقبون الباب أمام المقصرين؟ لماذا قال ذاك العابد للذي قتل 100 قتل 99 ما لك توبة؟ فكان نتيجة الكلمة التي قالها أنه قتل، قال مدام ما لي توبة بكمل 100%. من يسد باب الرحمة؟ كل الأبواب تغلق إلا باب الرحمة. آخر باب يغلق، آخر باب يغلق باب التوبة والاستغفار.
آخر باب تغلق. قال فإذا خرجت الشمس من مغربها لن ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه آخر العلامات، بعدها يغلق، يغلق الباب. لكن قبلها مهما بلغت الذنوب، وإخوان كثير يرسلون لنا أنا فعلت أنا فعلت أنا فعلت أنا فعلت، هل الله يغفر لي؟ يغفر لك مهما كان الذنب، بشرط تصدق، تصدق في توبتك وتصدق في رجوعك إلى الله. مهما بلغ الذنب، زنيت، سرقت، أكلت مال الربا، فعلت كل شيء، كل شيء مهما فعلت، لكن بشرط أنك تعود، تستغفر، تنيب، ترجع إلى الله جل في علاه. الذنب ما يضر الله لا من قريب ولا من بعيد. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. من أسماء الله الحسنى الغفور والغفار جل ثناؤه، وهما من أسماء المبالغة، غفور وغفار، ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم، مش يسترها فقط بل يتجاوز ويتجاوز عنها. والغفران والمغفرة من الله تعالى، كيف تكون؟ قال أن يصون الله العبد من أن يمسه العذاب، يحفظه من أن يمسه، إذا غفر له فلا عذاب، فلا عذاب عليه. قال الغزالي الغفار هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح. من منا ما عنده قبيح من الأفعال؟ كلنا، كلنا، والله يعلم بهذا ويعلم ويعلم بذاك، من ستره من مغفرته أنه يظهر الجميل ويستر ويستر القبيح. قال الخطابي الغفار هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى، كلما تكررت الذنب، كلما تكررت التوبة من الذنب تكررت المغفرة. غفار، كلما تكرر الذنب وتكررت التوبة تكررت المغفرة مهما كان. قال ابن منظور أصل الغفر التغطية والستر، فقول غفر الله له أي ستر له ذنوبه، غفر الله له ذنبه أي ستر، أي ستر ذنوبه. في الحديث يوم القيامة من حديث ابن عمر قال يبني الله العبد منه حتى يضع عليه كنفة، فكرة مواجهة الآن بين العبد وبين ربه، ما منكم إلا وسيكلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فيبني عليه فكرة فيقرره بذنوبه، يقول تذكر يوم كذا، تذكر يوم فعلت كذا، تذكر يوم فعلت كذا. لكن هذا العبد وقف تائب يا إخوان، هذا العبد وقف تائبا أمام الله في تلك اللحظات، فيقرره الله بالذنوب حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال أرحم الراحمين فإني قد سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فإني قد سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيخرج العبد بين الملأ يعطى كتابه بيمينه رافعا رأسه يقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك الحسابية. فما أحلم الله وما أرحم الله جل في علاه. قال أهل العلم من أسماء الله الحسنى التي تضم إلى 99 المشهورة غافر الذنب، من أسمائه 99 غافر الذنب. جاء في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، لكن مش معناتها أنها هي فقط أسماء الله الحسنى، في غيرها، بدليل وش دعاء الله أنا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو هذا الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا لله أكثر من 99، إيش معنى أحصاها؟ يعني عدها. أعرف واحد الله يسردها كرم، الله الواحد الأحد الفرد الصمد السميع البصير العليم الخبير يسردها كرم، لكن وين أثرها؟ وين أثر السميع؟ أين أثر البصير؟ أين أثر القادر؟ أين أثر المحيي؟ أين أثر المميت؟ أين أثر الضار والنافع؟ المطلوب عند إحصائها أننا
أننا نعرف ونستشعر أثرها. بصير يعني في كل مكان يراني سميع يسمع سري وعلانية، خبير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حكيم لا يضع الأمور إلا في مصابها، عزيز لا يغلب جانبه ولا يقهر، والعزة مستمدة منه ومن كتابه ومن دينه. لا بد نستشعر معاني الأسماء والصفات، ولا إيش معنى نقول سميع ثم نتكلم بغيبة ونميمة في خبر المجادلة اللي جاءت تشتكي، تقول عائشة والله الذي لا إله إلا هو ما بينه وبينها ما بيني وبينها إلا كتاب، والله ما سمعت شيئا من كلامها. في لحظات يأتيها رب الأرض والسماوات من فوق السماء السابعة ما بين السماء والسماء مسيرة 500 سنة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، رفع الله عنها الظلم والعدوان. في لحظات تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، والله ما بيني وبينها إلا كتاب. تأمل في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما الفرق بين الغفران والعفو؟ قال الكفوي إن الغفران يقتضي إسقاط العقاب، الغفران يقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب، ولا يستحقه إلا المؤمن، ولا يستحق ذلك إلا المؤمن الذي يتوب ويرجع إلى الله. قال الله إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني استقام، ثم استقام على طريق الاستقامة. وقال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولا يستعمل الغفار إلا في حق الباري تعالى، فلا يقال فلان غفار، ولا يقال استغفرت فلانا، لكن العفو اعف عني سامحني تقال في حق البشر أيضا. وقال العفو يقتضي إسقاط اللوم والندم، ولا يقتضي نيل الثواب. قد يعفو عنك لكن لا يثيبك على هذا، لكن إذا غفر لك أثابك على سيئاتك حسنات وبدل ذلك إلى مغفرة ورضوان. تكرر لفظ الغفران في القرآن مرات ومرات، دليل إيش يا إخوان تكرار مثل هذا اللفظ؟ دليل سعة رحمة الله. إن لله 99 رحمة، إن لله 100 رحمة، أنزل منها في الأرض كم رحمة؟ رحمة واحدة، منها يتراحم العباد، ومنها الدابة التي لا تعي شيء ما لها عقل، أنهمت الرحمة ترفع رجلها عن وليدها حتى لا تطأ عليه. من آثار الرحمة الواحدة كم أبقى الرحمن ليوم القيامة؟ 99. يقول فإذا جاء يوم القيامة بسط الرحمن رحمته فغفر الذنوب وستر العيوب من واسع الرحمة في ذلك اليوم، حتى أن الشيطان الرجيم يظن أن رحمة الله ستناله من واسع رحمة الله في ذلك اليوم، أن الشيطان الرجيم يظن أن رحمة الله ستناله. فلماذا نغلق الباب أمام الناس؟ لماذا نضيق على الناس ونقول لهم لا بد من كذا وكذا ولا بد؟ لا، باب الرحمة واسع، إذا تحققت التوبة غفر الذنب مهما كان، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل بشر. تتحقق في قلوبنا التوبة، ندم وعزم وعدم رجوع، إقلاع وندم وعزم. إذا تحققت هذه الشروط بإذن الله يغفر الذنب مهما كان. قتل كم نفس قتل الذي قتل الأنفس؟ 100 من الذي استقبله؟ ملائكة الرحمة، مع العلم أنه ما صنع خير قط إلا أنه خرج بقلب تائب صدق في توبته فصدق الله معه. اقتصمت كل الملائكة، ملائكة رحمة ملائكة عذاب، اتق ملائكة الرحمة تقول خرج بقلب تائب، يكفي أنه خرج بقلب تائب، وملائكة العذاب تقول ما صنع خيرا قط فاقتصموا فيه، فأرسل الله بشر قال قيس المسافة بين هذه القرية وتلك، فكان للقرية التي خرج إليها أقرب بشبر واحد. جاء في حديث آخر أن الله أمر تلك القرية أن اقتربي، من أجل من؟ من أجل هذا الذي خرج تائبا. هذا واحد، كيف لو تاب الناس؟ كيف لو تاب الناس ورجعوا إلى رب الناس
جل في علاه. الغفران دليل الرحمة، وتكرر قوله غفور رحيم عشرات المرات في القرآن. كم تكرر غفور حليم مثل ذلك، كم تكرر عفو غفور مثل ذلك. دليل العزة المغفرة والتجاوز عن الذنوب دليل عزة، ما هو دليل ضعف يا إخوان. لذلك عيسى عليه السلام حين خاطبه الله في ذلك الموقف العظيم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت أنا يعني عيسى شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تقبل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قال الغفور الرحيم؟ ما قال الغفور الرحيم؟ لأن الموقف موقف إثر، الموقف موقف تفضل وكرم. إن تعذبهم بأجلك ولن تكون ظالما لهم. لو عذب الله البشرية من أولها إلى آخرها لم يكن ظالما لها. إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قال ولا أنت ولا أنا. من هو ليقوم العادة؟ خير من صلى وقام، وخير من صام وخشي الله في السر وفي العلانية. يقول حتى أنا لن أدخلها بعملي. إيش عمله؟ كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. لن تدخلوا الجنة بأعمالكم إلا أن يتغمدني الله وإياكم بفضل منه ورحمة. لذلك يوم القيامة الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. مش بأعمالهم، يفرحون بفضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، والفرحة الثانية يوم أن يلقى ربه جل في علاه. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أمرنا الله بالاستغفار في كل حال. ثم أفيروا من حيث أفار الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال متعجبا من وضع وحال الناس، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. دعاء الأنبياء، ما دعا الأنبياء وأقوامهم إلا إلى الاستغفار. هذا محمد يؤمر بإعلان التوحيد والأمر بالاستغفار من الشرك. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يستخفون ثيابهم ليستخفوا منه إلى آخر الآيات. لكن أمرنا بالتوحيد، وبعد التوحيد أن اعبدوا ربكم واستغفروه. من منا لم يخطئ قط؟ كلنا صاحب ذنب وصاحب خطا. قالها نوح ماذا تريد من هذه الحياة؟ ايش تبغى من هذه الحياة وانت تسعى تقدح من الصباح حتى المساء؟ الا تريد دار؟ الا تريد مال؟ الا تريد عيال؟ الا تريد زوجة؟ الا تريد حاجات من حوائج الدنيا؟ تنالها بإذن الله اذا صدقت في الاستغفار. سبحان الله يرغبهم في العودة الى الله. قل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذلك جاء رجل إلى الحسن البصري قال انقطع الماء وانقطع المطر فماذا نسمع؟ قال أكثر من الاستغفار. وجاءه يشكل فقر رجلا فقال له أكثر من الاستغفار. وجاءه رجل يريد الذرية قال له أكثر من الاستغفار. فقال الجالس له عجبا لك يا أبا سعيد، جاءك هذا يطلب هذا؟ قلت استغفار.
وجاءك هذا يطلب كذا قلت استغفار، وجاءك ذاك يطلب كذا قلت استغفار. قال هذا هو العلاج، هذا هو العلاج. أما قال الله قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا تنزل المطر عليكم بالاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عجيب أمرنا، عجيب أمرنا، ربنا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ثم نتكل حاجة. ليه؟ لأننا ما صدقنا في التعامل، ما صدقنا في التعامل معه. لذلك حين أخبر أحد الصالحين بما حدث من ارتفاع في الأسعار قال والله كيف أخاف الفقر أو أخشاه وسيدي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أنت توكل على من؟ على الغني، على القوي، على العزيز. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قالها صالح. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب قريب مجيب. إن الاستغفار من صفات الأنبياء والصالحين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قالها آخرون إلا تغفر لي وترحم لي. نوح قالها إلا اللهم إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال رب اغفر لي وهب لي. سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ليس عيب أن نخطئ، ليس عيب أن نخطئ، لكن ايش العيب؟ التمادي في الخطأ، التمادي في الخطأ، تكرار الخطأ، الذنب تلوى تلوى الذنب بلا توبة بلا ندم ولا استغفار. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأنبذها وأقطع الدهر بالتذكير والحسن. دع عنك لومي يا من كنت تعدلني لو كنت تدري ما بي كنت تعدلني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهلا عسى عبرة منها تخلصني بالتوبة بالندم والاستغفار. أحب الناس إلى الله الذين يطأطئون الرؤوس ويقولون أستغفر الله. أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله. قال الله لأحد أنبياءه بشر المذنبين أنهم إن تابوا قبلت منهم وحذر الصالحين أني إذا أخذتهم بعبدي عذبتهم حتى لا يغتر الصالح، حتى لا يغتر الصالح بعمله، حتى لا يغتر الصالح بعمله ولا يقنط العاصي من رحمة الله جل في علاه. لكن لابد أن تعلم أن قبول الله للاستغفار يرتبط بالتوبة والعمل الصالح. حتى يقبل الاستغفار لابد من توبة وعمل وعمل صالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. في الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فاستغفرني. علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. ثم نفس العبد يا إخوان أخطأ فاستغفر الله. فقال الله عبدي أذنب ذنبا واستغفرني. علم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. ثم أعاد كرر أخطأ ثم استغفر. فقال الله أذنب عبدي ثم استغفرني. علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. لو لم تخطئوا لذهب الله بكم. اسمه التواب. لابد هناك ناس تذنب وتتوب حتى يتوب عليها. اسمه الغفار. لابد في ناس تخطئ وتستغفر فيغفر لها. قال الفضيل استغفار بلا إقلاع
وبلا توبة هذا توبة الكذابين، استغفار بلا إقلاع وبلا ندم وتوبة هذا استغفار الكذابين. لاحظا يقول بعد الصلاة ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم انظر في حاله إذا خرج، إذا خرج من مسجده، شاشات وقنوات وسجائر ودخان ومقاهي وآهات، وين توقف استغفر الله وأتوب إليه. لذلك قال أحد الصالحين استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لذلك قال أحد الصالحين استغفارنا يحتاج إلى استغفار. سئل سهل بن سعد عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب، قال أول الاستغفار الاستجابة ثم الإنابة ثم التوبة، الاستغفار الذي يكفر الذنوب. فقال أول الاستغفار الاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ثم الإنابة وأنيبوا إلى ربكم واستجيبوا له من قبل، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، ثم توبوا. إذا الاستجابة ثم إنابة ثم توبة. قالت الاستجابة عمل الجوارح، لا ينظر لا يسمع لا يرى لا يذهب لا يأتي إلا في طاعته. ثم الإنابة عمل القلب، يخضع ويستكين لله رب العالمين. ثم التوبة قال الإقبال على الله بالقلب والجوارح، الإقبال على الله بالقلب والجوارح. إن الاستغفار هو الأمن والأمان الذي يدفع به العذاب. قال الله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الأول وبقي الأمان، بقي الأمان الثاني، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، أنت أمانهم كن، فأنت ذهبت بقي لهم الأمان، الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قال ابن الجوزي إن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، أهلكتهم بالذنوب لكنهم أهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. يقول فلما رأيت فيهم ذلك لفت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل أنبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعطيك مثال، كثير من الناس يعيش في ضياع وهو يظن أنه على خير، يعيش في ضياع وهو يظن أنه على خير. قال لي أحدهم فلان مرؤوسة في العمل، يقول فلان أخلاقه عالية لكن فيه عيب واحد. قلت شو؟ قال ما يصلي معنا في المسجد. قلت عيب والله ليست بمرجلة، إنما المرجلة شهود الصلاة في الجماعة في بيوت الله، سماهم من رجال الله. قال أخلاق معاملة لكن فيه عيب، ما يصلي معنا في المسجد. سبحان الله، بعدها بأيام التقيته، أنا خارج من المسجد وهو خارج من الصالة الرياضية يربي عضلات، كما قال الله عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يهتمون بالمظاهر أما السرائر فخاوية لا يعلمها إلا الله. المشكلة يا إخوان أنه يظن أنه على خير، مصيبة اللي مضيعين يظنون أنهم على خير. التقيته فقلت كيف حالك؟ قال بخير. أخبارك؟ قال بخير. قلت رئيسك يذكرك بخير؟ ضحك ابتسم. الزيادة الترقية في يد هذا يرضي الخلق ولا يرضي الخالق، نسأل الله العفو والعافية. قلت يقول رئيسك على خير وأخلاق وكذا، يضحك مبسوط. قال لكن يقول فيك عيب واحد. قال أفا وشو؟ حريص أنه لا يراه رئيسه على خطأ معين. قال قلت يقول أنك ما تصلي معنا في الجماعة. قال لي والله صحيح مقصرين. قلت إيش؟ قلت مقصرين. قلت لا يا عبد الله ما هو مقصرين، كلنا مقصر. تفوت من تكبيرة الإحرام في اليوم أنا مقصر، لا أدرك ركعة الفجر ركعتين الفجر قبل الفجر أنا مقصر، فاتني قراءة وردي في وقتي قرأته حينا أنا مقصر، كلنا مقصر. قلت أنت مضيع، أنت عيش في ضياع وأنت لا تشعر، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم منتدون. لا يشهد لا جمعة ولا جماعة يقول أنا على خير أنا مذكر. واحد يا أخوان رايح فيها بكل ما تعني الكلمة يوم ذكر ما قال ولا نحسن من فلان أنا أحسن من فلان. بعد أن كان التنافس في درجات الجنان أصبح التنافس انقلب الميزان نسأل الله العفو والعافية. مضيع ويرى نفسه على خير. أحد الجلوس من بيننا الآن تاب واستقام وصلح حاله منذ رمضان هذا رمضان الذي قبله. لكن من الذي أذاه أصحاب الماضي؟ يقول يأتونني يقدمون لي النصائح واحد منهم يقول لي ايش لك هالطريق؟ يقول قبلها انا لا اصلي ولا اصوم بل هذا يمكن اول رمضان اصومه. يقولون لي ما لك لهذا الطريق انت على خير. قلت اي خير هذا؟ هم على ضلال ويريدون ان يضل صاحبهم معهم. ودت الزانيه لو امكن ان كل النساء زنوا للغريق الذي استنقذ يسوي فيك يغرقك معاه. هكذا حال كثير من الناس يزين بعضهم لبعض الضياع. أنت على خير ما عليك ما عليك. ليش التشدد؟ ليش التعصب؟ ليش التطرف؟ الإيمان في القلب لا يحتاج أن تفعل كذا ولا تفعل كذا. قلت مساكين يريدون شيئا والطريق في الاتجاه الآخر. أقول لابد أن نعرف من نحن وماذا نريد. طيب ايش احسن اوقات الاستغفار؟ الله اكبر. اسمع انا وانت الله ابتلانا كلنا منذ خرج الى هذه الحياه فهو في ابتلاء. يا ابن ادم انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هم بكوا لكن العبرة في النهايات. اعمل أنت في فترة ابتلاء. هذه فترة الابتلاء إيش فيها؟ قال الله عن فترة الابتلاء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم العباد؟ قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صفاتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنطقين والمستغفرين بالأسحار. فهل نحن منهم؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في الأسحار. فهل نحن منهم حتى ننجو؟ تريد تنجو اتصف بصفاتهم. تريد أن تنجو اتصف بصفاتهم. قال الله عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يا الله على ماذا يستغفرون أصلا؟ أذنبون أبدا والله صفوا الأقدام أمام الله يبكون ويتضرعون ولما انتهوا خافوا ألا يقبل منهم. لذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهم الذين يسبقون ويزنون؟ قال لا بل الذين يصومون ويقومون يعملون العمل ويخافون أن لا يتقبل منهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه. وانظر في حال أهل الأرض في تلك الساعة انظر في حال أهل الأرض في تلك الساعة
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كلنا يحتاج إلى الاستغفار حتى الأموات، كلنا يحتاج إلى الاستغفار حتى الأموات. تقول عائشة لما كانت ليلتي، تأمل وانظر في عظيم هذا الخبر، تقول لما كانت ليلتي انقلب فوضع رداءه سوى نفسه نايم. يقول لما ظن أني رقدت أخذ رداءه رويدا وانفعل نعاله. تقول اختمرت وتبعته. عائشة معروفة حركات عائشة رضي الله عنها، تحب حبا جما كانت تغار عليه غيره لا يعلمها إلا الله. ما كلام، من هو اللي بين يديها؟ سيد البشر. لا كلام في حبه لأنه سيد البشر. تقول اختمرت وتبعته. تقول جاء البقيع فقام فأطال القيام، جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم لما انتهى انحرف. تقول فانحرفت، أسرع فأسرعت، هرونا فهرولت. تقول فسبقته إلى غرفتي، ثم لما جاءها قال لها لتخبرني أو ليخبرنني اللطيف الخبير. تقولين لي يا عائشة خبرك أم سيخبرني اللطيف الخبير؟ فاعترفت، قال فأنت السواد إذن، أنت السواد. تقول فلهجني في صدري، أعطاها على صدرها، فلهدني في صدري لهدة أنجعتني. قال لها أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ تظنين أني سأخرج من عندك حتى أذهب إلى إحدى نسائي؟ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ اسمع ماذا قال لها. إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. حيا عن جبريل، لا يحب التخلع ولا الكفور. قال أتاني جبريل فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يقول لها ظننت أنك رقدت فكرهت أن أوقظك. قال لي جبريل إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قلت كيف أقول لهم؟ سأل جبريل كيف أقول لهم؟ قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالأموات أيضا يحتاجون إلى الاستغفار. الأموات أيضا يحتاجون إلى من يدعو لهم ويستغفر لهم. ثق تمام الثقة، إنك ما دعوت لهم إلا قلب الله لك من يدعو لك إذا وصفت التراب. ثق تمام الثقة، إنك ما دعوت لهم واجتهدت في الدعاء والاستغفار لهم إلا قلب الله لك من يدعو لك حين توسد التراب. وإن فارقك الأهل والأحباب، بشارات للمستغفرين والتائبين، بشارات للمستغفرين والتائبين، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من الذي يبشرهم؟ الله. ففي الاستغفار نجاة، وفي الاستغفار تفريج للهموم وكشف للغموم. من منا لم يخطئ قط؟ جرب بارك الله فيك، املأ اليوم والليل والنهار بأستغفر الله العظيم، املأ وجرب وسترى الآثار. ماذا يقول أهل الجنان في الجنان؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لكن أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستغفرين في الأسحار، ومن المستغفرين في كل حال بالليل وبالنهار. اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا ما لا، اللهم اغفر لنا، اجعلنا خيرا مما يقولون وأحسن مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. أصلح علانيتنا وأسرارنا يا حي يا قيوم، لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير.
إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. فمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، تجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر العراق وأهل العراق، وانصر فلسطين والشيشان وكشمير، واجبرنا في شهدائنا خيرا يا رب العالمين. تجمع شملنا وحد صفنا، تقبط عدوك وعدونا، إنك على ذلك قدير. بالإجابة جديرة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.